has come. Taking place at Madison Square Garden. And we have... Destiny awaits. تبقى يوم واحد فقط على أمسية UFC 281 بنزالات حارقة أبرزهم النزال الرئيسي بين المرعب أليكس بيريرا وصاحب الحزام UFC إسرائيل آدي صالح. حقا إنه نزال يعدو بالكثير من المفاجآت. هل يفعلها آدي صالح ويحافظ على حزامه UFC، أما أن بيريرا يبقى كابوس لآدي صالح ويفوز عليه المرة الثالثة في سجله القتالي، والجميع ينتظر نزالهما. هناك تفاعل كبير من أبطال UFC حول النزال الرئيسي بين أليكس بيريرا إسرائيل آدي صالح. قال البطل السابق حبيب أنه سوف ينهض خصيصا لمشاهدة نزالهما، وكما أضاف قائلا إنه نزال مثير جدا ومن الصعب تكهن نتيجة النزال. Ну ладно, повторы можно. Адесанья Перейра я проснулся. Ага. Я так думаю, что очень интересно. كما قال الأسترالي روبرت واتيكر له نزال قوي ومتقاربا بين المقاتلان، أنه من الصعب هزيمة أديسانيا وأخذ الحزام منه، ولكنه قال أيضا أن النزال مع بيريرا سيكون مثيرا جدا، بالخصوص أنهم تقابلا في السابق، ثم أن نزالهما سيكون مختلفا تماما عن الكيك بوكسين، خاصة أن القفازات غيرت الحزم وبيريرا يمتاز بلكمات قوية وطويلة المدى، كما أن أسلوب بيريرا هجومي. وختم قائلا إنه نزال من الصعب توقع نتيجته، ولكن إذا أردتم رأيي فسأختار أديسانيا، إنه أفضل ملاكم دفاعي من ناحية جسمه وأسلوبه المثالي، من الصعب جدا إصابته بلكمة. وكما قال المقاتل الأمريكي الشهير تيل زونين، قد فوجئت عندما علمت أن بيريرا قاتل 3 مرات فقط UFC، لم يسبق أن كان في أي أمسية سابقة كنزال رئيسي، وهو يقاتل الآن على الحزام البطولة. أنا مندهش من ذلك، لكنني أختار أديسانيا. وكما قال البطل أنزونس أنه معجب بيريرا وأسلوبه القتالي، كما أثق أن بيريرا سيفوز على أديسانيا بكل سهولة، إلا أن أديسانيا ظهر في التدريبات وهو يتواعد بيريرا بالقضاء على هل يفوز ويواصل الهيمنة على حزام UFC؟ ما أن بيريرا لديه كلام آخر. أخبروني عن توقعاتكم. لا ننسى النزال الحارق بين جاستن بوري وخصمه مايكل تشانرو، هو نزال يبدو مدمرا في القتال وقوفا. أعتقد أنه سيكون نزالا دمويا بين المقاتلين، وأنني أرى هناك تفوق طفيف لبوري على خصمه. أخبروني من في رأيكم سوف يفوز بالنزال، مايكل أم بوري؟ وفي الندوة قال جاستن بوري أنا هنا للقضاء على هذا الرجل، سنرى ذلك ليلة السبت. رد عليه مايكل أنا أتحدث عن نفسي، أعتقد أن كلانا يبحث دائما عن الإنهاء، فنحن نعرف بعضنا البعض جيدا. ليلة السبت سنقوم بسرقة العرض، سوف يكون نزالنا هو الحدث الرئيسي للجماهير. I'm going there to finish this guy, so we'll have to see Saturday night, but I'm leaving it out there. I can tell you this. I speak for myself and Warrior. I believe we both are always looking for the finish. We know exactly who each other are. We know exactly who we are when we step inside there. Let's do this thing on Saturday night. We are going to steal the show. This is the people's main event. ولا ننسى نزال بطلنا المغربي عثمان زعيطر، ونتمنى له التوفيق في نزاله والفوز به ليبقى سجله خالي من الهزائم. كل التوفيق لبطلنا عثمان زعيطر.